مناحي متوسط ميدان المنتخب المغربي أطلق تصريحات أزعجت كثيرا المصريين، قال فيها: منتخب مصر الذي فاز بسبع كؤوس إفريقية لا يقدم كرة قدم جميلة، وإنما يحسن فقط إدارة المباريات، يمكنه أن يسجل عليك هدف ثم يسقط لاعب يمينا ولاعب شمالا لتنتهي المباراة بفوز مصر هدف مقابل صفر. طبعا رد عليه مصطفى محمد الأول. صاحب الهدف الاول اليوم، وقال له يعني سبعة عليكم ضافريك روح، قال له يعني العب بطريقة مصر وفز بسبع كؤوس إفريقية ثم تحدث عن هذا الأمر. سأعود إليك أمير، أريد أن أسمع رأي تزيري بلال لأنك واجهت المنتخب المصري في كثير من المرات خلال مسيرتك الكروية. هذا جو سي با كيفاش هضر اوناحي يعني خرج من موضوع كاع يقول، لكن هل هذه حقيقه بلا؟ لا والله انا شفت الفريق المصري يعني 2006 2008 2010 وين خداو ثلاث كؤوس تروا كوب دافريك كونسيكوتيف، شفت يعني ما نشوفش انا اللاعب يطيح ولا ما يش عارف ويسجل عليك ويطيح ولا تجبد لي فينال كاع لي طروا فينال يعني ابار تاع 2006 وين فازوا بضربه الترجيح يعني مع فريق الايفواري الايفواري، اما 2008 و 2006 نشوف الحضاري يدير جول ولا يكون فايز ولا يطيح الحضاري يدخل الميتسا ولا هذه يعني مفروغ منها. محمد اعتقد ان اوناحي تحمس اكثر من اللازم في هذا التصريح، على كل حال نحن نحترم رايه، ولكن الواقع والميدان يقول شيء اخر تماما. كنا شاهدين على تتويج المنتخب المصري بجيله الذهبي الذي يقوده ابو تريكا بثلاثيه تاريخيه متتاليه حتى في الاراضي الافريقيه في القاره السمراء في قلب القاره السمراء عاد يعني في اعتقادك منتخب مصر يقدم كره جميله؟ نعم كان يفوز بالاداء والنتيجه. اعطيني منتخب واحد في القاره الافريقيه يلعب كره قدم مثل المنتخب المصري ولا منتخب. المنتخب المصري هو صاحب اجمل كره قدم في القاره السمراء من الناحية الفنية أو من أي ناحية؟ من كل ناحية محمد، طريقة لعبه أكاديمية جميلة جدا، طريقة الخروج بالكرة. أنا لا أوافقك الرأي يا أمين على في المجمل منتخب المصري صحيح منتخب محترم جدا ويعرف يفوز بالألقاب، منتخب محترم جدا وكان عنده الجيل الذهبي اللي قدم منه كرة قدم خارقة، خسر مع البرازيل 4-3 وتعادل مع إيطاليا وأحرج منتخبات كبيرة، لكن في إفريقيا يا أمين من الناحية الجمالية أتحدث ربما المنتخب المصري هو المنتخب الأكثر واقعية، يعني ممكن بأداء سيء يفوز عليك ممكن، لكن من الناحية قال يحب الأداء الجمالي يروح للسيرك. نعم اليوم مصر عندهم 6 كوب دافريك، المنتخب المغربي نهائياته عدد نهائيات التي خسرتها مصر، لعب طروا فينال الله أعلم المنتخبات العربية كلها مصر خسرت بلوس دو طروا فينال ميدو، المنتخبات العربية الإفريقية كلها فازت 5 مرات في كأس إفريقيا، الجزائر مرتين، المغرب مرة، تونس مرة، السودان مرة، بينما مصر وحدها فازت 7. لا عيب اسمح لي نحن لا نتحدث ولا ننتقص من قيمة المنتخب المصري، ولكن لما يقول لك أمين بأنه هو المنتخب الأفضل الذي يطبق كرة قدم جميلة في إفريقيا قل له لا، المنتخب الجزائري طبق كرة أجمل من المنتخب المصري، المنتخب المغربي طبق كرة أجمل من المنتخب المصري، المنتخب السنغالي أفضل منتخب المصري، بوركينا فاسو، نيجيريا أيضا في عز سنوات التسعينات بوركينا فاسو كانت تطبق كرة جميلة، لكن الكاميرون ايضا الكاميرون لكن منتخب مصر ربما هو الاكثر واقعيه يعني باداء متوسط يفوز عليه وعنده خبره كبيره الواقعي، والمنتخب التونسي المنتخب المصري محمد يفوز بالاداء والنتيجه اي واقعيه المنتخب